بس والدتي عندها غلطة، تمام؟ تمام تعمل علاج طبيعي على الرجل وعلى الإيد، تمام بس الرجل هي أول ما كانت بتتحرك، بس دلوقتي الرجل اتحرك تمام ده احنا بس بقالنا الإيد، فترة قريبة. لا ده بقالها داخلة لها في سنة، تمام، فأنهي جنب بس يا منة؟ الإيد زي ما هي ما بتتحركش ولا أي حاجة، مفيش أي حركة خالص. فأنهي جنب؟ جنب يمين ولا شمال؟ الشمال جنب الشمال. تمام اوكي تمام، هرد بشكرك عليك يا يا منة. منة، حاضر. تابعين دكتور. منة بتسأل سؤال حلو قوي وجميل قوي عن الشلل النصفي. الشلل النصفي اللي هو بيبقى اصلا مشكلته جلطات او حوادث، خبطة في الراس مثلا، او مشكلة في النخاع الشوكي او العمود الفقري. طيب احنا الديسابيليتي او المشكلة دي بتيجي، بيبقى المخ محتاج اعادة تأهيل. بيبقى محتاج اعادة تأهيل ازاي؟ ان انا احاول ارجع الصورة الطبيعية للجسم للمخ تاني، لان هو لما بيحصل جلطة فالدم ما بيوصلش لجزء معين من للمخ لفترة وليكن ثواني، فده بيحصل لي مشكلة ان الجسم بيفقد جزء من الصورة اللي هي متغذية من الجزء اللي حصل فيه الجلطة. طيب انا دوري كعلاج طبيعي، ان مجرد ما الجلطة بتدوب، سواء هو حصل ان هو اخد الحقن اللي هي مسؤول عن إزالة الجلطة، او الجلطات الموضوع كان متدهور فهو دخل عمل شفط، او ايا كان التدخل اللي حصل لإزالة الجلطة، التبعيات بتاعتها اليوم اللي بعد خروجه من العناية المركزة يفرق معانا في تحسن الحالة شهر. بمعنى انا لو اتاخرت 4 شهور، في اول 3 شهور، لان هي بتتحسب ان التايم بتاع الريكفري بتاعك، انت ابتديت من تاني يوم خروجك من المستشفى هتتحسن ان شاء الله. تاني يوم خروجك من المستشفى انت ابتديت علاج طبيعي، مشكله الجلطات بصفه عامه هتتحسن. طيب احنا اتاخرنا اسبوع، احنا كده اتاخرنا 7 شهور. طيب حضرتك اتاخرت اكتر من 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 من, من اسبوع، شهر، شهرين، وفي ناس كتيره بيبقوا واقعين في المشكله دي. اخصائي العلاج الطبيعي بيبقى عنده ان هو مش هيعرف يوصل لنتيجه كويسه في وقت قليل. طيب احنا دورنا ايه في الجلطات؟ احنا بس نبهنا على المعلومه دي، لان في ناس كتير قوي ما بيبقوش واخدين بالنا منها، اللي هو رجاء يا جماعه اي حد عنده مشكله جلطات وحصل له مشكله في الحركه، ابتدي علاج طبيعي بدري بدري. يعني انت خرجت من المستشفى على عياده العلاج الطبيعي، ما تتاخرش، التاخير هيفرق معاك كتير قوي 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 قدام. طيب احنا بنعمل ايه مع مشاكل الجلطات؟ احنا بنحاول نرجع الصوره زي ما اتفقنا للمخ، فبالتالي احنا بنعمل تمارين علاجيه. التمارين العلاجيه دي مسؤوله، اول ميشن بالنسبه لنا ان انا احافظ على وضع العضلات والمفاصل في الشكل الطبيعي، في الصوره الطبيعيه، بدون اذى، بدون ضعف، بدون اي مشاكل ممكن تحصل. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بحاول ارجع الاشاره، او بحاول اعود الجسم على الاشاره العصبيه اللي بتولد لي الحركه عن طريق العضلات بسرعه عكسيه. طيب هل ده بيجيب تحسن؟ ده بيجيب تحسن كبير قوي. في نسب كبيره بتتحسن، نسب كبيره جدا، وليكن توصل ل 95%، ولكن الفرق القاتل بتاعنا التايم، الخروج من المستشفى. بدايتك امتى؟ الوقت. بدايتك امتى؟ لازم نبقى عندنا سرعه كبيره جدا في اننا ناهله لجلسات العلاج احنا الطبيعي. حاجه اخيرا منه، اتفضل. عشان سريعا. بس هي يعني تعرف هي تعمل ايه، احنا محتاجين نواظب على الجلسات بشكل مستمر، ومع المحافظه على ان الحاله نفسها هي اللي تحاول تتحرك، تحاول صحيح. تعمل تمارين في البيت، مش شرط اليوم اللي فيه الجلسه، حركه كتير.